اهلا بيكم، انا مريم فهيم من شركه ريل سبيس للتسويق العقاري. احنا النهارده هنقدم الساحل بشكل مختلف على جزئين. الجزء الاولاني هنتكلم فيه عن كل مشاريع الساحل الشمالي بدايه من كيلو 57 معانا لحد الكيلو 137. طبعا هنتكلم عن كل مشروع مساحته قد ايه، اللوكيشن بتاعه فين، يعني في الكيلو كام بالظبط، اقل وحده فيه سعرها كام، ونظام السداد بتاع كل مشروع. هنيجي في الفيديو التاني ان شاء الله، طب هنا لما ننزل الفيديو التاني هنلاقي فيه نفس الفكرة بداية من الكيلو 165 معانا لحد الكيلو 270. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتكون المعلومات مفيدة ليكم، بحيث ان انتوا تقدروا تفكروا احنا انهو مشروع من دول مناسب لينا كلوكيشن كسعر كمساحة مشروع. طبعا كل مساحة مشروع انت لوحدك هتبقى عارف ايه الفاسيلتيز الموجودة دي، وبناء عليه ده هيسهل عليك فكرة انا عايز مشروع ايه، او بدل ما انا مثلا بتصل بالسيلز بتوه معايا في كل المشاريع، لا انا هبقى عارف ايه المشاريع المتاحه، وانا هدخل اقول انا عايز اعرف معلومات عن مشروع كذا وكذا وكذا، او المشروع كذا تحديدا، او المشروعين دول انا عارف هم دول المناسبين معايا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم ونقدر نوفر المعلومه الكامله دي. الأول هنبدأ بالساحل القديم من أول الكيلو 58، قرية جلي التابعة لشركة صراء على مساحة 50 فدان، تقسيط على 8 سنين، أسعار بتبتدي من أول 2,800,000. قرية بنجلاوس في الكيلو 73، شركة عربية على مساحة 50 فدان، تقسيط على 8 سنين، أسعار بتبدأ من 2,800,000. وفي الكيلو 75 عندنا شركة جي في عندها مشروع اسمه وايت ساند، ده على مساحة 186 فدان، بيقسطوا على 8 سنين، وأسعار بتبتدي من أول 2,600,000. وعندنا في الكيلو 90 مشروع قريبة، ده من شركة الأسكندرية، والأسعار فيه بتبتدي من أول 2,600,000، وبيقسط معانا لحد 8 سنين. بالنسبة للكيلو 99 فإحنا عندنا مارينا 8، ده من شركة SED، الشركة المصرية السعودية، على مساحة 118 فدان، تقسيط على 7 سنين، وأسعار بتبدأ من أول 14,800,000. هنيجي بعد كده للساحل الجديد من بداية من الكيلو 107، عندنا الحي اللاتيني، وعندنا داون تاون، وعندنا مزارين، دول خاصين بشركة سيتي ايج على مساحة 3,000 فدان، الأسعار هناك بتبتدي من أول 6,000,000، وتقسيط بيوصل لحد 7 سنين، وفي أقل 5 سنين و3 سنين. وهنبدأ من الكيلو 116 شمال الطريق، قرية اسمها إلو تابعة لشركة الشيمي على مساحة 12 فدان، تقسيط على 6 سنين، وأسعار بتبتدي من أول 1,300,000. نيجي في الكيلو 120 عندنا مشروع بلاج تابع لشركة ماونتن فيو على مساحة 640 فدان، تقسيط على 8 سنين، وأسعار بتبتدي من أول 8,800,000. في الكيلو 124 بيجي معانا مشروع زهرة تابع لمعمار المرشدي على 900 فدان، تقسيط على 7 سنين، والأسعار بتبتدي معانا من 5,000,000. بالنسبة للكيلو 125 فإحنا عندنا هاسيندا باي تابع لشركة بالم هيلز على مساحة 571 فدان، تقسيط على 6 سنين، وأسعار بتبتدي معانا من أول 51,000,000. بالنسبة للكيلو 125 إحنا عندنا مشروع مراسي لشركة إعمار على مساحة 1500 فدان، وتقسيط بيوصل لحد 6 سنين، وأسعار بتستارتنج من 32,000,000. أما في الكيلو 134 فإحنا عندنا مشروع شماسي تابع لشركة سيراك على مساحة 81 فدان، التقسيط على 7 سنين، وأسعار بتبتدي من أول 9,700,000. بالنسبة للكيلو 133 فإحنا عندنا مشروع مسايا تابع شركة إيجيجاب على مساحة 30 فدان، والتقسيط على 8 سنين، الأسعار بتبدأ من أول 11,500,000. نيجي بقى للكيلو 133 لافيستا كاسكادا من شركة لافيستا على مساحة 92 فدان، والتقسيط هنا على 3 سنين، والأسعار بتبدأ من أول 21,000,000. بالنسبة للمشروع اللي في الكيلو 135 هو مشروع بيانكي، ده من ديفلوبر اكس، وهو مساحته حوالي 104 فدان، وحاليا هو هول. الكيلو 135 في لابيا تبع إعمار أليكس على مساحة 43 فدان، بنقسط على 6 سنين، والأسعار بتبدأ معايا من أول 2,900,000. هنكمل بمجموعة من المشاريع معانا لحد المفاعل النووي، بس هي في منها اللي هولد وفي منها اللي سولد أوت. احنا عندنا في الكيلو 136 قرية أمواج تبع لشركة صبور على مساحة 385 فدان، وهي حاليا سولد أوت. عندنا مشروع تلال من شركة رؤية على مساحة 334 فدان، وهو هولد الفترة دي. عندنا في الكيلو 142 عندنا زويا تبع لشركة LMD على مساحة 160 فدان، وحاليا سولد أوت.
بالنسبة للكيلو 144 وده آخر مشروع في الساحل الجديد، عندنا مشروع سيشل لبالايا تبع نيو جيزة على مساحة 700 فدان بيقسطوا معانا لحد 6 سنين وأسعار بتبتدي من أول 32 مليون. طبعا كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو الأول، أتمنى تكون المعلومات مفيدة لحضراتكم إن شاء الله. إن شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي.